اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المانجا معانا في السوق، الوان واشكال وحاجه لطيفه وجميله من خير ارضنا. انا هعملها النهارده مربى، نقدر نعملها باشكال مختلفه، نعملها باستا فلورا، نعملها مربى، نعملها ايس كريم، الحاجات دي كلها نعملها مخلله زي اخواننا في الهند، مفيش مشكله نجرب الافكار دي بما اننا عندنا مانجا حلوه العالم كله بيحسدنا عليها، مفيش احلى من المانجا المصريه. هنعملها النهارده مربى ونشوف ايه التركايه اللي تخلي المانجا تحتفظ في برطمانات بالليمون وتبقى لها قوام لطيف باضافه جيلي مربى او جيلي اللي هو العادي خالص. في تركايه كده هنشوفها مع بعض بسيطه وسهله. تعالوا مع بعض كمان، الحمام دايما احنا محددين اقامته مع الفريك، ويقول لك الفريك ما يحبش الشريك، بس اول ما يشوف الحمام يقول لك عديها النهارده. حمام النهارده هنعمله من المطبخ الطلياني، طاجن بالخضار. طلينا بيحبوا دايما في الاكل بتاعهم فيه فليفر، ريحان، روزماري، صلصه البيستو، الحاجات اللطيفه الجميله. فانا هعمل النهارده الحمام لا هو بالفريك بقى ولا بالرز، هنعمله النهارده طاجن بصلصه البيستو كده مع تشكيله من الخضار بسله وجزر وكوسه وجبنه، هيبقى لطيف وجميل. الاطفال الحلوين لما نقول لهم الحمام يقول لك يا ماما الحمام لا، هو متعود على الحمامه دي، صديقته وهو صغير كده ايه ممكن يراسلها يلعب معاها مفيش مشكله، ولكن لما يلاقي طبق مكرونه على السفره في جبنه وفي لحمه مفرومه صوص بولونيز هتبقى لطيفه وحلوه. فنعمل للاطفال الحلوين النهارده مكرونه نجرسكو باللحمه مع الجبنه بطريقه الخاصه اللي تعجب حضراتكم، اهداء مني للاطفال الحلوين. تفاصيل كتيره في الحلقه، بساطه سهوله مرونه، في حمام، في مكرونه النهارده جميله، في كمان المانجا بتاعتنا الحلوه هنعملها مربى ونقدر نخزنها وقت المانجا ما تتمنع من السوق وما تبقاش موجوده، مع ان دلوقتي والله نلاقي المانجا في غير موسمها والبطيخ في غير موسمه، الحمد لله ربنا كرمنا. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لافكار بسيطه وسهله، ولكن الهدف واحد ان احنا نقدر نجدد من مطبخنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحمام. الحمام طبعا الاستاذه فاطمه عيد الفنانه الشعبيه الجميله بوجدها حاجه كبيره ربنا يديها الصحه، غنت للحمام اغاني كتيره حلوه وبحبها طبعا دي الفنانه العظيمه نعم يا غالي عمر. مقادير الحمام طاجن بالخضار على الشاشه، معانا جوزين من الحمام يعني اربع حمامات حلوين، معانا بسله وجزر وكوسه، صلصة البيستو اللي هي عبارة عن ريحان وتوم مفروم مع زيت زيتون اختياري يا اما لوز يا اما صنوبر، وطبعا البهارات بتاعتنا بسيطة وسهلة اللي هو التوم والملح والفلفل وشوية الزعتر الحلوين، وطبعا الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض ازاي، والخضار بتاعنا في متناول الجميع. عايز تحط بطاطس أهلا وسهلا، بس أنا مش عايز أحط بطاطس، أنا مكتفي بس بالجزر والكوسة والبسلة. طيب أول حاجة هنمسك الحمام ده كده نحضره، يعني ايه؟ يعني نتبله حلو ونجهزه كده علشان يبقى لطيف وجميل. حلو قوي، نوسع للدنيا دي كده. انا احب الحمام يكون محشي رز مش فريك، احب الفريك مع اكلات تانية. حلو، نجهز المارينيه بتاعه اللي هي التتبيله بتاعته، بصله ناعمه بالشكل ده كده، وعلى البصله دي يا عم الشيف شويه ايه حبان حلوين كده. الله، الحمام يحب الحبان والمستكه والحاجات الحلوه. شويه الملح التمام، واقلب البصله مع الملح كده وعصره ليمونه. ليه يا عم الشيف بقى؟ هو ده الكلام الكبير قوي. البصل دايما في المشويات اذا كان حمام او فراخ بنشم ريحه الصنان بتاعه، معرفش ليه، حتى لما تعملي كفته فيها بصل تشم ريحه البصله في قلب الكفته. البعض بياكلها والبعض يقول لك الكفته مالها، دي لحمه ايضاني، ونقعد بقى في تفاصيل والغاز. البصله هي اللي بتغير لك طعم الحاجه، فانت عشان تتلاشي الموضوع ده كده، البصلايه قبل ما استخدمها دعكتها جامد كده بشويه ملح وشويه حبان حلوين. خلاص بقى عندي الجوس بتاعها اللي انا عايزه للحمام. حلوه، ننزل بالثوم، تركيه صغيره كده بس بتفرق كتير في الطعم. ده ثوم طازه، عشان نقلبه بقى نخليه زي ما هو كده، وشويه
الزعتر الحلوين، ونحط زيت زيتون مع ملح وفلفل. الشاورما السوري تتبيلتها لازم بهار حلو، مع زبادي، مع ليمون، مع عصير برتقال، مع عصير ليمون، كل ده مع بعضه. ومتنساش الحبهان والقرنفل في التتبيلة، وبعدين تتحط في التلاجة لمدة 3-4 ساعات. بناخدها بعد كده نحطها في صينية وندخلها الفرن، ونجيب العيش الصاج ونحط عليه المايونيز أو التومية، ونبدأ إن احنا نلفها سندوتشات مع بطاطا مقلية وخيار مخلل. شايفين المرينيه ده كده؟ لونه حلو. تاني، بصلة فركتها جامد مع حبهان وعصير ليمون، خدت الجوس بتاعها، حطيت بعد كده البابريكا، وحطيت البهارات بتاعتي ملح وفلفل وزعتر مع بعضيهم، مع شوية التوم وزيت الزيتون. ناخد الحمام الحلو ده كده بقى ونشوف الدنيا معانا ازاي. الحمام دايما يتغسل وهو سليم ويتنضف كويس، يتغسل بملح خشن، يتغسل بدقيق، زي ما انت عايزة. حلو، سواء هنشويه سواء هنحشيه، وبسكينة حامية، اللهم صل على النبي. ونفتح الحمامية كده منين؟ من صدرها. تبقى معانا بالشكل ده كده، ونيجي عند الكتف بتاعها ده كده، وبرها عليه عشان الحمامة بتستحملش أصلا، هو لما بيستوي الواحد بياكلها كلها. ونمسك الحمامية كده ونحطها في التتبيلة كده، واحدة واحدة كده. شفت الشكل؟ خلاص ده كده الحمام، ونخليها كده مع بعضها، نفس القصة دي مع بعضها. تاني اهو، سكينتك تكون حامية، واوعي تعوري نفسك. ما عندكيش مشكلة، تقدر تخلي الراجل الفرارجي اللي بتشتري منه الحمام يعمل لك الحركة دي كده. مكرونة اسباجيتي بتتسلق، والنجرسكو لازم تتعمل بالاسباجيتي يا ابو حميد. حلو الكلام؟ بنعمل وايت صوص بيكون خفيف شوية. بنكمل سوى المكرونة مع الوايت صوص، اللي هو البشاميل عبارة عن دقيق وحليب وزبدة. وبعدين نجيب الجبنة الموزاريلا نطبخها مع المكرونة، ونحطهم كلهم في كسرولة واحدة. بيكون عندنا شوية جبنة موزاريلا تانيين بنحطهم على وش النجرسكو بتاعتنا، مخلوطين بشوية حليب عشان الجبنة ما تتحرقش منك وتجلد منك. سواء بنعمل لازانيا أو بنعمل نجرسكو أو بنعمل مكرونة بالبشاميل، أنصحك بتحطي شوية حليب مع بيضة على الجبنة الموزاريلا، وفي الآخر تحطيها على وش المكرونة أو على وش اللازانيا. الحمام بيتبل أهوت بالميريني بتاعه، شايف اتغير لونه ازاي؟ بيتاكل هو ني. واحدة كمان، معرفش دي صغيرة ليه، كلهم كبار ودي صغيرة. السكينة بالراحة كده. الحمام يتغسل وهو سليم، ما نقعدش بقى بعد ما نفتحه كده ونحط عليه مية والجو ده خالص. ونمسك كده الكتف ده كده، الفتحة دي كده، القرصة دي والقرصة دي، وبإيدينا كده. بعد بقى بيعملوا بالسكينة كده زي ما انت عايزة، انت وحجم الحمامية يعني. ده كده كده بياخدش وقت في السوا. ونفس الموضوع كده، تبلت الحمام انا، معايا جريلا في الفرن بتسخن، هحطها دلوقتي على النار. والمفروض اللي انا بعمله ده غلط، المفروض الحمام ده يتبل ويتجهز ويتحضر من بالليل او قبلها بساعتين، مش زي احنا مع بعض دلوقتي شغالين. يعني لازم الحمام ده يمر بالمرحله اللي انا قمت بيها دلوقتي، وعلى الاقل خالص يتحط في التلاجه من ساعتين لثلاثه لاربع. كل ما يقعد في التلاجه كل ما يحلو، لان البصلايه هنا واخده مرينيه من الحبهان وعصير الليمون وفركتها جامد، فخدت الميه والجوس بتاعها مع توابل الزعتر والملح والفلفل. اكيد الحمام هنا له طعم تاني، ورايح لمدرسه كبيره قوي في المطبخ اللي هي المدرسه الطلياني، اللي هو مع الخضار. معانا الجريلا، هنطلعها ونحطها على النار. مهم جدا تخلي بالك، لازم تكون شديده الحراره. الله، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده، نص كيلو هبره حمراء، ما تكونش ضاني، تكون باري.
او كندوز حمراء، المهم ما يكونش فيها اي دهون عشان الكبيبه ما تفكش منك يا ست الكل. وبعد كده تاخدي البرغل تغسليه مره اتنين تلاته تصفيه من الميه، تنقعيه لمده ساعتين ما فيهوش ميه، والميه تكون من الحنفيه مش ميه سخنه. حلو، عشان اخد الماده اللزجه القوامه اللي هتمسك لي اللحمه دي كلها. وفي الاخر اقلبهم مع بعض مع بصلايه مع شويه نعناع مع رشه قرفه حلوه، وبعدين انزلهم على المفرمه مره ثانيه بقت مفرومه ناعمه، احطها في الثلاجه لمده ساعتين، وبعدين اعمل الكبيبه احشيها لحمه مفرومه، احشيها بصل زي ما احنا حابين. الجريلا عندي جاهزه، بحط شويه زيت صغيرين. حلو قوي، واخد الحمام بتاعنا الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، وادلعه على النار. تعالى يا غالي. سؤال بقى للساده المشاهدين واحنا على الهوا دلوقتي، اذا انا فاتح الحمامه بالشكل دي كده، ظهرها ليا وبطنها كده لحضراتكم او بالشكل ده كده العكس، لما اجي اشويها يفضل الصدمه الناريه على الظهر ولا البطنها؟ يلا اللي هيسال. طيب طبيعي ان في الحمامه فتحناها طبعا بالشكل ده كده، وانا عايزه تاخد الصدمه الناريه عشان اي مشاكل من الزفاره او ايا كان، فطبيعي ان انا اول ما احطها على النار احطها على فين؟ على الفتحه بتاعتها. آه. بالشكل ده كده. يلا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حمام بالخضار. واسيبهم على النار كده، ويقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. هنطلع فاصل؟ نطلع فاصل. طبعا الحمام هنا كل ما يعطش اسقيه. حلو الكلام. هنسقيه اشيف ايه؟ من الخلطه او المرينيه اللي انا عامله، ومعايا تشكيله من خضار، معايا النهارده مربى المانجا الحلوه من خير ارضنا، ما تنسوش طبق مكرونه جامد جدا على طريقه الشيف المغازي اللي هو بيحبها. هنروح فاصل صغير او هتروحوا بعيد؟ تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع جوزين حمام، بنشويهم في الاول في الطاسه زي ما حضراتكم شايفين كده، ياخدوا الصدمه الناريه. البعض يقول لك يا شيف مغازي الحمام نيجي ناكله نلاقيه ناشف. بالعكس، انت لما تديه صدمه ناريه هيستوي بسرعه، يبقى معاكي باللون ده كده، شايفين الجو ده كده اهو. بنسقيه شوية محبة. الله. الخضار بتاعنا بسلة، حاجة جديدة مش كل يوم حمام بالفريك. كوسة ريحان أخضر، جزر مسلوق نص سوا علشان ما يبقاش ني مع الخضار بقيه الخضار، يعني ما تستوي الجزر ده نص سوا يبقى فيه نسبه وتناسب في السوا اهو بالشكل ده كده. كوسه حلو قوي. باخد ده بعد كده بحط عليه شويه مرينيه تاني وبدخله الفرن. موضوع بسيط وسهل خالص، حاجة لطيفة بقى للحمام فك مني بال وانا بحشيه. ادي النعناع عوزد الزعتر البري، بما ان المطبخ طلياني اهو على الوش كده بيدينا طعم حلو قوي. عندي شوية المرينيه الحلوين دول اللي باقيين عندي، درجة حرارة الفرن عندي 180 الطبيعي، دي لازم نغطيها، ما ينفعش ان احنا نحطها في الفرن كده خالص، لازم نغطيها كويس. ورقة زبدة
اه طبيعي لما تيجي تغطي صواني في الفرن لحمه فراخ ورقه اللحمه اللي بتعمليها صحيا لازم تغطيها بورقه زبده الاول وبعدين ورقه الفويل عليها كده وناخد الطاجن ده يا عم الشيف في قلب الفرن. الله مش سهله القصه واكلت جوزك حمام قول لك انا عايز جوز حمام انا اعمله لك النهارده بطريقه جديده انت متعود تاكله من ايد ماما محشي فريك ورز انا اكله لك النهارده زي الطلاينه طاجن بالخضار. هناخد الطاجن الحلو ده يا عم الشيف في درجه حراره 180 لا مش فوق تحتيه ويتحط هنا في ارضيه الفرن. الله عليك. بس موضوع الغطا مهم جدا علشان نعمل عملية احتباس للسوائل والبخار اللي هيطلع نتيجة صدمة الحمام بالنار مع البهريز أو البنينين اللي أنا عامله مع الخضار. نقفل الفرن بتاعنا وننتقل للي بعده. عندنا هنعمل مربة المانجا وعندي طبق مكرونة نجرسكو للأطفال الحلوين اللي هيعترضوا على شكل الحمام بالخضار ده طبعا يعني على السفرة للأطفال مش مرغوب فيه قوي. هنعمل لكم طبق مكرونه حلو قوي، ولكن المانجا بتاعتنا النهارده مانجا مصريه بتتكلم مصري. تعالوا نشوفوا ازاي هنعمل مربه المانجا بطريقه لطيفه وبسيطه وسهله تقدري تعمليها في البيت وتخزنيها وتاكلي منها وقت ما تحبي ويبقى الناس كلها ما عندهاش مانجا، انت اللي عندك مانجا وبس. مقادير على الشاشه، مانجا متقطعه شرايح وتجيب المانجا اللي هي مش مستويه جامد. تكون ماسكه نفسها معانا سكر معانا جيلي مانجا وده في اي سوبر ماركت معانا من الحبهان الناعم نص معلقه عصير ليمون وبس ونروق مطبخنا كده ما يكونش فيه بصل ولا توم مكان شغلنا عشان الحلو ما يكرفش مننا. حلو قوي. طاسه معانا او الحله اللهم صل على النبي اهو شوف هعمل ازاي مربة المانجا. شفنا المقادير على الشاشة صورتها بتليفونك حلوة قوي. طيب نتكلم عن المانجا. لما تيجي تشتري المانجا اشتري المانجا اللي لونها بيميل للحمار زي مثلا الكوم مترة لما يكون بيميل للحمار الجوافة اللي بتميل للحمار. الحمار ده علامة بارزة بتقول ان هي مستوية ومحمرة شوية وجاهزة للأكل. حلو. المانجا اللي معانا هي لونها كده وهو ده الثمرة والسلالة بتاعتها اللون ده عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. طبعا احنا شلنا القشرة وقطعناها بناخد السكر بنحطه هنا كده وننتظر عليه هسة ثواني معدودة والسكر محطوط في قلب الحلة بنحط عليه يا عم الشيف شوية الحبهان طرف المعلقة كده شوية صغيرين قوي عشان ما تبقاش مرة ورقتين نعناع حلوين يا دلع كشيف. حلو قوي. عصرة الليمون مع السكر مدرسة بقى. ناخد المانجا بتاعتنا زي ما هي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي تتكلم مصري في قلب الحلة. ننزل بالباقي ده كده. بصراحة أنا لو مش معاكم على الهوا كنت كلت دول بمعلقة. اتكلم الصراحة أنا استنى لسه دي لما تعمل فراولة يا ويلي ايه يا معلقتين وخلص الكلام. حلو. اللي بتضحكوا أنا عارف. أنا بضعف قدام المانجا بس أنا دايما لما تاكلي مانجا تشربي مية وراها على طول زي القهوة كده. نقلبها عشان الأملاح. الله عليك. نقلبها ونسيبها على نار هادية تتدمس يا فول مدمس. نار هادية ونخش على اللي بعده. طبق مكرونة له تفاصيل كتيرة قوي مع الشيف المغازي على الشاشة. مكرونة سباكيتي لحمة مفرومة بصلة ناعمة توم ناعم زعتر روزماري جبنة موزاريلا كل المقادير دي. هناخد المانجا نخليها كده على نار هادية مش لازم تغطيها خليها زي ما هي كده قدام عينيكي. حلو قوي. على احنا ما نخلص الشغل اللي ورانا باذن الله تكون المانجا طلعت. ولكن في تركايه المقادير شفناها تمام زي الفل. في تركايه كده للمانجا في الاخر خالص طبعا هعملها
معايا شوية جيلي مانجا. ما لقيتيش في السوبر ماركت اللي على النص يا جيلي مانجا، جيبي جيلي عادي، جيبي جيلي ليمون، يا مانجا يا ليمون، حاجة من الاتنين. يا إما العادي ده بيتباع الواح منه، بيتباع منه باودر عند العطارين زي الفل. أنا مش هحطه دلوقتي خالص، ده هحطه بعد ما بتخلص المانجا، بدوبه في شوية مية دافيين وبحطهم على الوش وأقلبهم وأخليهم على جنب. طب ليه معلقتين الجيلي المانجا؟ عشان بعد المانجا دي ما تبرد وتتحط في التلاجة في البرطمان المعقم اللي زي الفل، تغرفي منها بالمعلقة كده وإيه ويغمس يا معلم. ليه؟ عشان يبقى مكان المعلقة ومكان ما بغرف بيعلم في قلب الطبق المربى أو في برطمان المربى. بصلاية ناعمة، توم ناعمة، شوية مكرونة، الروزماري والريحان ينزل كده مع طبق المكرونة ده كده. طلعينا يحبوا الفليفر بتاع الروزماري والريحان لدرجة ان هم عملوا الريحان صلصة اسمها صلصة البيستو مع لوز مع توم مع زيت زيتون وتتحط في برطمان. البرطمان ده فيه معلقتين ثلاثة بيتباع بالشيء الفلاني، انت تقدر تعملها في البيت. بتجيب الكبة، تجيبي ورق الريحان اللي انت زرعاه في الجنينة، زرعاه في البلكونة، تفرميه مع توم مع شوية لوز. ما لقيتيش لوز حط فول سوداني مش هيقول لأ، وفرميهم وحطهم في البرطمان بتاع المربى او برطمان سمنة قديمة عندك، اغسليه وعقميه وحطهم في التلاجة من وقت للتاني. استخدميه في أكلة مكرونة، في أكلة لحمة، في أكلة فراخ. أدي البصلاية مع التومة، وننزل باللحمة المفرومة، كندوز ضاني اللي موجود عندك بالشكل ده كده. اتعلمنا من الشيف المغازي عشان اللحمة تفك مننا وما تبقاش مبرغلة، بنحط شقشاء مية وهي بتتحمر على النار، بيساعد على تفتيت اللحمة من بعضها. أهو عندي مكرونة سباكيتي، أخبارها إيه يا عم الشيف؟ في مية بتغلى على النار، المية دي فيها شوية ملح مع شوية زيت. هسلق المكرونة هنا ربع سوا وتكمل سواها مع الصلصة بتاعة اللحمة. أدي الملح معانا، وما تنسيش إنك حاطة ملح عشان كده ما تحطيش ملح كتير في البولونيز بتاعنا أو في صوص اللحمة بتاعنا. أهو على نار شديدة، نصيحة مني ما تقوليش لحد، لحبايبك بس قولي لهم. المكرونة تستوي على نار شديدة مش نار هادية، علل ولماذا؟ لأنك لو سلقتيها على نار هادية المكرونة هتتكسر منك وتعجن منك ويبقى شكلها مش لطيف. الاسباجيتي لها شكل ولها شخصية، لازم بعد ما تتسلق تبقى معانا بالشكل ده كده. بناخدها في مية ونسيبها تستوي. ناخد بعضينا مع سلق المكرونة مع صوص بولونيز الحمام، ما تنسوش في الفرن مع الخضار من المطبخ الطلياني، لان احنا النهارده في ايطاليا. حلو، لان احنا اتفقنا يوم الثلاث من كل اسبوع بنسافر كل دول العالم من غير تاشيره، من غير تذكره طيران، لان معانا شيف شاطر بنشوفه على القناه الاولى بينقلنا المطبخ العالمي كل يوم ثلاث من كل اسبوع. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية اللطيفة الحلوة، ازاي اللحمة المفرومة اطلعها من الفريزر يا شيف مغازي. انا بخزن اللحمة المفرومة، مش كل يوم اروح للجزار واقول له اديني لحمة مفرومة، مرة يدهاني فيها دهون، مرة من غير دهون. انا بشتري اللحمة المفرومة بتاعتي بالاسبوع بالشهر واشيلها، وده الطبيعي يعني، انا بعمل كده. فبطلعها من الفريزر وعايز استخدمها، فبطلعها طبعا. وانصحك طبعا نصيحة، اوعى تفك اللحمة في الميكرويف او تحطيها تحت الحنفيه وفي ميه سخنه تنسيها وتطلعي مع الاولاد تتشغلي معاهم، ترجعي تلاقي الحوض مليان ميه سخنه وفي قلبين اللحمه. ده بيحصل، ما تقوليش ما بيحصلش، مش في كل البيوت يعني. تطلع اللحمه المفرومه من الفريزر تحطها في قلب الحوض، تفتح الميه السخنه تفك بسرعه ما وراش حاجه والولاد جعانين، تطلع تلاقي اللحمه عايمه في ميه مغليه سخنه والسخان خلص وخلصنا كهربا كده، فقدنا القيمه الغذائيه اللي موجوده في اللحمه. رونق اللحمه ولون اللحمه، اللحمه لونها ابيض شكلها مش لطيف، وثانيا تغذيا وصحيا غير طبعا طبيعي. فاللحمه تفك في درجه حراره المطبخ العادي، وبعدين تحطيها كده مع البصله والتومه، وانا زي ما انا شغال كده من وقت للتاني. فكت اللحمه معايا، واقول لك دلوقتي حالا باخد شويه ميه من المكرونه اللي عندي اهي، موضوع بسيط اهي، تعاليت ميه اهي،
بس، واغطي المكرونه دي يا عم الشيف دقائق معدوده. هتقلبيها من دلوقتي هتلاقيها فكت معاك. حلوه ومعايا هريسه حلوه اللي هي الفلفله الحلوه زي الفل. نشوف موضوع المانجا. حذاري بقى هنا وانت شغاله، تحصل غلطات كده في المطبخ بدون قصد. يعني المعلقه اللي بتقلبي بيها توم وبصل تيجي نازله بقى في المانجا زي ما كان هيحصل معايا دلوقتي. المعلقه اللي الخشب تدوق المانجا ومعلقه مكانها بصل تخزين المربى وتعيشي وتقومي على ذكراها، تشميها تلاقي ريحه توم يا ريحه ايه بصل. الكلام ده طبعا ما ينفعش، خلي بالك. فبيكون عندك كده الاسبانيوله بتاعتك كده ما فيهاش حاجه ريحه خالص اهو بالشكل اهو. هي دي الشقاوه، ده المطبخ اهو. عرفتوا ليه انا كرملت السكر هسه اللي هي نص ثانيه زي ما قال لي فاروق مع ليمون مع شويه حبهان عشان اللون الحلو ده كده واسيب المانجا كده عايمه وناخد مع بعض شويه الجيلي بتوعنا الحلوين دول. دي التركايه بقى، جيلي مانجا او جيلي عادي اللي هو لا لون ولا رائحه، عارفينه اللي احنا بنستخدمه في الطرط اخواننا الحلوانيه، حلواني يعني او اللي هو تلاقوا طبعا مهني بيجيب التورتايه الحلوه بتلاقيها في الباترينه عليها تشكيله من الفواكه، هي بقى لها اسبوع في الثلاجه بس هي قدام عينيكي بتلمع. اللي ما عنده جا منين؟ حاجتين، يا اما بيحطوا لها عسل مخلوط بماء، يا اما يجيبوا الجيلي ده يخلطوا عليه عسل ويدوب ويمسكوا الفرشاه بتاعه الحلويات ويلونوا الفواكه دي بتلاقي تلمع قدامك وعليها طبقه كده جيلاتينيه حلوه بتقول لك ان الفاكهه دي لسه محطوطه دلوقتي. تروحي البيت تلاقي الفاكهه بقى لها اسبوع ودايبه دوب. فانا بقول لك على حاجات علشان تعملي الحاجات دي في البيت، دي مطلوبه طبعا. هناخد الجيلي بتاعنا ده كده اهو، دوبناه في شويه ميه كاني بعمل جيلي عادي. دي مربة المانجا وانزل بوم كده. خلص الكلام، هي دي التركاية، غلوة والتانية. بشيل المانجا بحطها ببرطمان معقم انشفه كويس وبعدين اخزنها معايا بقى. يبقى كل الناس ما عندهاش مانجا وانت بس اللي عندك مانجا. عارفة ليه؟ عشان بتتابع الشيف المغازي على القناة الاولى، علمك ازاي تعملي مربة المانجا في عز موسمها. طيب نرجع للحمة المفرومة والتركية بتاعت المغاز، ايه الاخبار؟ خلاص فلة حلو اوي. نقلبها كده، فكت اللحمة اهي خلاص بقت ناعمة كأنك جايباها من عند الجزار وحطها في قلب الحلة. ننزل بالهريسة الحلوة دي، مش حامية يعني مش حارة، خلي بالك دي بتتباع عادي وممكن تعملها في البيت. بتجيب الفلفل الاحمر اللي معانا ده كده، فرصه ان احنا عشان بتسالوا على السوشيال ميديا من خلال الحلقه بنجاوب على كل الاسئله كمان. الفلفله الحلوه بتتعمل ازاي؟ الهريسه الحلوه بتتعمل ازاي بتاعه السوريين؟ الفلفل ده بيتجاب يتشال البذر من قلبه ويتفتح نصين زي كده ويتحط في مكان جاف في البلكونه في مكان فيه تهويه زي ما هو كده، ما تحطش عليه حاجه خالص لغايه لما يجفف. حلو، وبعد كده تفرميه بالسكينه او بالمفرمه ينزل لو كميه كبيره وتحط عليه زيت زيتون وتشيله في البرطمان. بعض الناس بقى بتستعجل وتعمله مع البذر بتاعه، ده مش كويس، لازم يتشال منه البذر كده وما يتغسلش، يتغسل وهو سليم او تحط عليه ميه، لانك يعني لو حطيت عليه ميه وجففتيه هيبقى عمره قصير في التخزين عشان البكتيريا، نشفيه بلونه الطبيعي وبالشكل الطبيعي بتاعه عشان يقعد معاك وقت كبير، هو ده الكلام. هننزل باللحمة المفرومة، الهريسة بتاعت الحلوة، المكرونة هنا زي ما قلت لحضراتكم بتكمل سواها مع الصلصة. نشيل دي من هنا عشان ما نعديش على المانجا. اللهم صل على النبي. شايفين اللحمة المفرومة؟ الله على الطبق ده، أنا بعشقه، أنا بعشق الطبق ده. مش سبايسي على فكرة عشان اللون ما يخدكمش يعني، هو لونها كده من غير طماطم، مش عايز حموضة بقى، دي ما فيهاش طماطم. الله على المكرونه دي بقى، الاطفال الحلوين بقى عشان نرضيهم لان احنا عاملين حمام النهارده عينيا. الاطفال طبعا هيشوفوا الحمام يقول لك يا ماما انا مش عايز حمام، انا مالي ومال الحمامه، انتوا بتحبوا حمام بالفريك. لا، المكرونه اهيت، حط لها شويه ميه من اللي بتغلى عندي، اللهم صل على النبي، وكملي سواكي يا مكرونه مع الصلصه.
الله لسه تنطبخ شويه، خلي بالك لسه ما استوتش. انا مدرسه المغازي بتقول ايه؟ تسويه المكرونه سوى كامل مع الصلصه التابعه ليها، سواء وايت صوص او ريد صوص او البينك صوص، حلو. مهم جدا ان المكرونه تاخد من طعم الصلصه نفسها، غير لما انا اسلق المكرونه واخدها على الحوض اغسلها، وانا برفض طبعا الفكره دي، وبعدين احط عليها الصوص بتاعي، تبقى المكرونه في سكه وطعم الصلصه في سكه تانية خالص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. المانجا بتناديني بتقول لي خلاص ارفعني من النار. خلي بالك اوعي إيه تجيبي حاجه انت اشتغلت بيها فيها توم ولا بصل، مهم جدا على فكره. حاجات لاول مره نستخدمها اهي، شفت القوام ده كده؟ يلا يا مانجا، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ معلقتين الجيلاتين اللي انا حاططهم، هي دي التركايه، ان المربى دي لما تبرد في التلاجة هيبقى ليها قوامها زي الفل كده بالشكل ده كده، والمكرونه بتاعتي اهيت. مهم جدا الاطفال بيحبوا الجبنه، ايه المشكله لما يا نعم يا حاضر عينيا هنشوفك اهو حاضر طلع. بس يستوي يا ابو حميد، يستوي يا حبيب قلبي، الحمام يزعل مننا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ابن حلال. حمام طاجن بالخضار، كل يوم حمام بالفريك ما ينفعش، كل يوم حمام بالرز خالص. اللهم صل على النبي. يا ويلي ايه الحلاوه دي يا شيف؟ يلا دلعوا بقى، ألف هنا وشفا للي ياكل. تركاية المغازي. أقول لك على حاجة حلوة، اسمعي كلامي حالا، بس خلينا أحط المكرونة في النار، مهم جدا على فكرة عشان هنعمل تركاية حلوة دلوقتي. ناخد المكرونة دي كده، الله، الأولاد بيحبوا الجبنة دايما مع المكرونة، أنا كمان زيكم يا أولاد، تدي لها شخصية كده، خاصة لو جبنة بقى إيه بارميزان على المكرونه دي اللي هي الرومي، بارميزان سعرها غالي، هتلاقي الشويه قد كده بالشيء الفلاني. جيب الجبنه الرومي الحلوه اللي ما يكونش ملحها كتير، وتبشريها بشره حلوه وتستخدميها، وتبشريها حسب يعني وقت الطلب عشان دي ما تتحطش مبشوره كتير. ده زعتر بري، ودي جبنه موزاريلا، ادخلها الفرن عشان اعمل التركايه بتاعت الحمام اللي هتعجبكم، وانا معاكم دلوقتي طبعا هتضيف له شخصيه تدي له طعم تاني خالص. درجه حراره الفرن عندي 180، هناخدها في الفرن كده ونقعد 5 دقايق. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ الله بنت حلال، هم دول اللي انا عايزهم اهو عينيا اهو. اللوكيشن بتاعنا جنب الفرن والصوره الحلوه على شاشة القناة الأولى تتحدث عن نفسها. تعالوا مع بعض نعمل تركاية كده سريعة هتعجبكم بجد. انتوا عارفين الشيف المغازي بيحب يطلع كل اللي في قلبه، بيجود على شغله، ودي حاجة حلوة. بتحب مطبخك طلعي كل حاجة زي الفل. طاسة حلوة كده، بنحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية زبدة، حلو. تركاية كده للحبايب، بس التركية دي للحبايب. الزبدة هنا تسيح. معانا عود روزماري. ناخد الورق بتاعه، العشبة بتاعته دي كده زي الفل، ونسيبهم على النار هسة، ما ننزلش بالثوم خالص دلوقتي، أنا مش بعمل طشة فتة، مهم جدا على فكرة. في حاجات صغيرة كده لازم تحطها في الاعتبار، التومة حساسة، فيكي تاخدك من مكان لمكان، انك انت التومه لو احمرت مع الطشه بتاعت الفته بررت لك الفته، تعملي تومه للبن وخدت لون بتسود لك اللبن. نفس القصه مع التومه اللي هعملها مع الحمام دلوقتي، خدت اي لون غير اللون اللي انا عايزه دلوقتي هتاخد الحمام ده تنقله في مكان تاني خالص. البصاره لازم الفول يتجمد شوش، الفول بتاعنا الابيض الحلو ده اللي بيتعمل طعميه، يتنعمن بالليل بعد غسله مره 2 3، ناخده بعد كده نسلقه في النار مع بصلايه مع فصين توم سلام، بعد ما يتسلق ويتهري كلاتهم تحطه في مصفى وتقعد بايده هتفركه كده لغايه لما ينزل من المصفى، وبعدين تحط له كبشه ملوخيه وتغرفها على وشها التومه.
الموضوع اتطور دلوقتي، بتضربها في الخلاط وتنزل من الخلاط على التومه وبعدين نغرفها في اطباق على وشها التومه مع شويه زيت حلوين. نيجي للزبده بتاعتي مع الروزماري، ما تستنيش عليها لما الزبده تتحرق، ننزل بالتومه الحلوه ونقلب التقليبه الحلوه دي كده، حاجه زي البتر فلاير كده حلوه. ها زبده وتومه روزماري، زبده تومه روزماري، قولي ورايا زبده تومه روزماري. اهو عصره ليمونه حلوه، يا دلع كشيف مع الحمام، هو ده خلص الكلام. لسه ما خلصتش، وناخد كده حاجه صغيره من الحرامي ده، الشبت ده حرامي خلي بالك بيسرق الطعم، ممكن الواحد يكون تعبان على الاكله وعامل فيها شغل كتير قوي يحط لها شبت، خدتنا اللي ايه محشي كرومبي مثلا، فكده سنه صغيره اهو زي الفل. شويه فلفل اسود يا دلعك، بشره الفلفل الاسود على الصلصه دي بتنقلها مكان تاني. اه زي الفل، شويه ملح حلوين. على فين يا شيف؟ قول لي بقى على فين مخرجنا الجميل، قول لي لو قلت فين هديك الطبق ده. الله عليك الله عليك، اه الله عليك. انا اخد الصلصه الحلوه دي كده، يلا الله. لا ده بقى ده يعني يتدرس في مدرسه الطه، طاجن الحمام بالخضار. طبعا الحمام هيشرب الصلصه الحلوه دي كده والخضار هيشرب منها، وناكل الخضار ونسيب الحمام للضيوف. الف هنا وشفا، معانا مربة المانجا في الاوقات الحلوه مع فطار حلو الصبح. انا بعشق الفطار مربة مانجا مع قشطه. المكرونه اخبارها ايه؟ معانا وقت يا شباب؟ قولوا لي. الله عليك ابن حلال، هم دول اللي انا عايزهم بس تاخد لون. هي المكرونه مستويه، انا عايز لون للجبنه بس. خلونا على المكرونه ما تطلع عشان المصداقيه، نقول احنا عملنا ايه. معانا الحمام، مهم جدا لما تشتري الحمام سواء هتحشيه فريك او رز، وانت عشان لما بقول لك المطبخ رؤيه وفن وابداع بتيجي من بدايه مشترياتنا نفسها، لازم تشتري الحمام هنا وتكلم الراجل اللي بينظف الحمام يقول له انا هحشيه عشان يحافظ على شكل الحمام ما يقطعش الجلده ويديك الحماميه زي الفل. ايه الصوره الحلوه دي؟ الله عليك فرسان التلفزيون المصري، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ناخد الحمام بتاعنا ولازم نحافظ على شكله، ونحتفظ طبعا بالراس والرقبه. بنيجي عند الرقبه بنعملها بدبار نقفلها وبعدين نعمل الحشوه بتاعتنا. ولكن نصيحتي لما تيجي تعملي حمام محشي فريك او محشي رز، دايما تحشي الحماميه الثلاث ارباع وتسيب الربع فاضي. لو بتحشيه رز احشيه ثلاث ارباع رز وتسيب الربع فاضي. فريك نفس القصه، سيب حبات الرز وحبات الفريك تفرد عضلاتها جوه الحماميه، وبعد ما تعمليها رجها جامد كده، ويكون عندك حله فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والحبهان مستكه، يغلى على النار زلزال، تاخد الحمام بعد حشوه تنزليه في قلب البوكيه ده وتغطي الحله بقدره قادر تتحول الحماميه لديك رومي. نطلع المكرونه بتاعتنا من الفرن. آه. الله هو ده. ناخد المكرونه. في انواع من الجبن لو ما احمرتش بتبقى حلوه، وفي جبن لازم تاخد لون. اه منهم طبعا الجبنه الشيدر البيضة. الشيدر نوعين، في جبنه شيدر بيبقى لونها ابيض وفي شيدر بيبقى لونها اصفر. دي جبنه شيدر يفضل طبعا اللون بتاعها الحلو، اهم حاجه تكون سايحه كده مع المكرونه بتاعت اللطيفه. واذا انت عايزه تقدميها من غير جبنه حسب الرغبه. مطبخنا النهارده من المطبخ الطلياني، والطلاينه بياكلوا حمام زينا بس ما بيعرفوش يعملوا اللي بالفريك ولا بالرز، احنا المصريين شطار، عشان كده لما بنطلع بره بنعلمهم الاكلات المصريه اللي على اصولها اللي هي اكله امي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.